الغاز حلم انتظره الموريتانيون طويلا، لعل وعسى أن يكون سببا في تغيير أحوالهم من نكد العيش إلى رضاه. قبل سنوات قليلة زفت حكومة موريتانيا إلى مسامع مواطنيها بشرى اكتشاف مخزون هائل من الغاز الطبيعي، مخزون كفيل لوحده بتغيير الوضع المادي للفرد الواحد في ظرف وجيز. ثم أخذ الأجل المسمى آنذاك ب 2022 يتلاشى، ومعه ذكر المشروع شيئا فشيئا، وبات نسيا منسيا، حتى ونحن على أبواب انتخابات رئاسية طرقت حملاتها أبواب الاقتصاد بابا بابا إلا الغاز، فقد ظل تناوله باهتا قل من يذكره من المترشحين ووكلائهم. والله إلا صابر ما تكلموا عنه بيلي مرشحنا دبيته في المنظر الماضي وفي هاي المنظر ونحن في المعارضة، وهو وأنا شخصيا طلبنا وزراء غاز متعاقبين من عنده لعبد الفتاح للناني ولشروقة اللي أبو محمد صالح عنهم يعطون اتفاقيات لشركتهم مع السنغال واتفاقيات مع الشركات ويعطوها لنا مفصلة ما في واحد عدل هيلة. وللخبراء الاقتصاديين في غياب تداول الغاز أو الحديث عنه تفسيراتهم، فالاستفادة المنتظرة منه في الأفق القريب ضئيلة. من الملاحظ أن موضوع الغاز يغيب بشكل كبير عن التداول العام في موريتانيا، يعود ذلك لأسباب عدة، طبعا في أسباب موضوعية تعود إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة العائدات فيها ليست مهمة بشكل كبير، لن يكون لها تأثير كبير. المسألة الثانية هي خيبة الأمل التي وقعت من اكتشافات البترول في بداية هذا القرن. يذكر أن موريتانيا والسنغال تشتركان في حقل السلحفاة حميم، وجرت الإشغال من أجل إنتاج الغاز منه بالتزامن بين البلدين. وبعد سنوات من بداية العمل في الحقل المذكور آنفا، ما تزال الضبابية والضموض يكتنفان مصيره. فما السبب؟ يسأل مواطننا كثر. محمد جوادي، المرابطون، نواكشوط.